اهلا من جديد مشاهدينا الاعزاء، نبدأ نتواصل معكم عبر صباح الشروق، ودائما نصلي ونسلم على النبي الامي الامين محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه والتسليم. شكرا جميلا عبد الشرف على مدح المصطفى، وتحيه لكم من جديد مع علينا. اهلا بك حسام مره ثانيه وبكل مشاهدينا في كل مكان، وكلنا نتابع هذه الاحداث التي تدور في البلاد هذه الايام. حريه، سلام وعداله، الثوره خيار الشعب، كانت مطلب الكثيرين من اجل العيشه الكريمه، من اجل ان يتمتع كل افراد الشعب السوداني بابسط الحقوق. الاقتصاد مهم جدا في السودان، الاقتصاد وتدهور الاقتصاد كان سبب رئيسي في خروج كل جماع الشعب السوداني الى الشارع العام، ولكن الان نستشرف سودان جديد بافكار جديده بخطط مختلفه، ولكل منا دور مهم جدا، لكن دعونا اليوم نركز صباحا على دور المهندسين المقاولين، دور من هم يعملون على البناء والتعمير والتطوير والنماء الاقتصادي في السودان. نتحدث اليوم عن دور مهم جدا لفرد مهم جدا في المجتمع. يمكن واحدة من الملتقيات المهمة لها تكون قريبا أو غدا تقريبا هنتحدث عنها، اللي هي ملتقى دور تجمع المقاولين في النمو الاقتصادي اللي بدوره بيحقق أشياء كثيرة جدا للسودان. داخل الاستوديو معنا الباشمهندس خلود حسن إبراهيم للحديث عن هذا الملتقى وأهمية الملتقى في النمو الاقتصادي في السودان. أهلا ومرحبا بك باشمهندس، صباح الخير عليك. أهلا ومرحبا بكم، صباح النور عليكم، جمعة سعيدة طيبة مباركة، جمعة مباركة على الجميع، وشاكرة لاستضافتكم في الاستوديو. في البدء نترحم على شهداء الثورة ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى، ونبارك للشعب السوداني ثورته العظيمة التي كان مولودها، نأمل أن يكون دولة سيادة القانون فيها هي الأولى، ويتمتع كل شعبها بالحرية والسلام والعدالة التي خرج من أجلها، وهي دولة البدنية. المدنية باعتبار أنه المقاولين والمهندسين المدنيين شرفتنا اليوم في صباح الشروق. لينا أشارت إشارات كثيرة جدا، وفيما معنى كلامه أنه التنمية الاقتصادية تشمل لنا كل شيء، كل مستويات المعيشة اللي احنا عاوزين نعمل لها عملية تحسين، بما أنه نتكلم عن تنمية، رفع مستويات التعليم، محو الأمية، دخل العمال، الصحة العامة، تخطيط المدن، الخدمات المقدمه للناس، وعندكم ادوار كبيره جدا في النمو الاقتصادي. عشان كده خلينا نبتدر كتقدمه لحوارنا ونتكلم عن دور المقاولين في التخطيط الاقتصادي. طيب بدءا خلينا نقول نعرف المقاول هو ذاته شنو يعني. وين كان مقاول قني عن التعريف؟ لانه اي مشروع الان موجود في الدوله، يعني اذا تكلمنا على مستشفيات، مؤسسات حكوميه، مباني، مدارس، طرق، كباري، سدود، محطات مياه، دي هي كلها عباره عن انجازات المقاول، وبالتالي دوره واضح جدا في وملموس حقيقه. غني وغني عن التعريف. غني وغني عن التعريف، لا هو غني الاولى دي كده خليها شويه، لكن غني عن التعريف. طيب. حقيقة المقاولات أو نحن يعني ممكن نقول بنسميها صناعة التشييد، لها دور كبير جدا، لها دور ملموس في الاقتصاد، وبتساهم مساهمة بنسبة كبيرة جدا في النمو الاقتصادي، ويمكن واحدة من المؤشرات اللي دايما بتكون يعني واضحة جدا في الاقتصاد، بتوري إذا كان في ازدهار في الاقتصاد أو في ركود المقاولات. يعني اول ما كان في انتعاش في الاقتصاد بتلقى المقاول شغال وبتسهر المشاريع وكده، واول ما يسهر الركود في الاقتصاد بتلقى انه ما في مشاريع، فبالتالي تلقى مهنه المقاولات شبه متوقفه. والمقاولين من اكثر القطاعات اللي بتتضرر جدا بالمشاكل الاقتصاديه. المقاول له دور كبير جدا في الاقتصاد السوداني، وزي ما قلنا حاسه واضح جدا في المشاريع، مشاريع البنى التحتيه، في مشاريع المشاريع بصوره عامه في الدوله. قيام الملتقى حقيقه كان الغرض الاساسي منه ننور المقاول، في جزء كبير من المقاولين بعيدين عن المشاركه الحقيقيه في دورهم. فالغرض من الملتقى احنا عايزين نوضح دور المقاول السوداني في الفتره المقبله في النمو الاقتصادي، واللي هي ممكن نقول هي مشاركه من شقين، شق مباشر وشق غير مباشر.
المباشر اللي هو بيجي من المشاريع نفسها، من تنفيذ المشاريع، من التخديم. هو طبعا يعتبر من القطاعات اللي فيها اكبر نسبه بتاعت مخدم. الدور الغير مباشر اللي هو بيجي من بنسميه السبلاي تشين، اللي هو من منتجين المواد لمصنعين المواد لوسائل النقل، دي كلها بتدخل في الجانب الغير مباشر. اللي بتجي تلقى المقاول بيشتري الاسمنت من تاجر القطاعي، واللي هو بيتعامل مع منتج الاسمنت المصنع، بيشتري الدهانات مثلا من مصانع البوهيات، بيشتري المواد بتاعت البناء عموما بيشتريها من التاجر. دوري ولا لا؟ طبعا دور اساسي. فهو جزء كبير جدا او جزء مؤثر جدا في السبلاي تشين اللي هو موجود في القطاع الاقتصادي بسرعه. جميل. طيب نتكلم عن انعكاس التنمية الاقتصادية في التخطيط والعمران، الشكل الجمالي للمدن، يعني قدري هذا ممكن يكون يعني مؤثر جيد وإيجابي، مؤشر إيجابي للنماء الاقتصادي. طبعا ده كلام مفروض يكون مفروغ منه. يعني الليلة انت لو سافرتي نزلتي أي مدينة من المطار وانت طالعة، البنية التحتية بتعكس ليكي المظهر العام للبلد، وبالتالي بتحكس لك الوضع الاقتصادي الموجود في البلد. واي حاجه من الحاجات الموجوده اللي انت بتتكلمي عنها دي، اللي بتشوفيها اناره الشوارع المباني، هي من انجازات المقاول. نعم، لكن التنميه الاقتصاديه بتلعب دور، يعني نقدر نقول في علاقه بيناتهم، علاقه مهمه. يعني كل ما يكون في نماء اقتصادي كل ما كان في تخطيط عمران للمدن والشوارع. اكيد كل ما كان في تخطيط عمران كل ما كان في نماء اقتصادي، نقدر نقول علاقه متوازية. يعني أكيد هي علاقة موجودة. النمو الاقتصادي والازدهار الاقتصادي بيشجع على تطوير البنية التحتية. يعني ما في نمو اقتصادي، اقتصادك تعبان بيأثر على بنيتك التحتية، على مشاريعك تحت البنية التحتية. اقتصادك كويس، اقتصادك مزدهر، بالتأكيد بتكون في فرص لأنك أنت تقدم مشاريع مميزة تساعد في تطوير البنية التحتية للمظهر العام للمدينة للبلد بشكل عام. في نفس الوقت بتقدر تقدم مشاريع لها دور أساسي في تنمية الاقتصاد، مشاريع لها دور أساسي في رفع المعيشة، مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن. طيب في زي رؤية مشتركة كده وهم مواطنين، من احنا بنتكلم عن تغيير، هل في أحلام وآمال انه تكون في رؤية لتأسيس بنية تحتية مشتركة وكلنا عاوزين نصل لها؟ لا، دي أحلام قبل الخريف الجاي. لا، دي أحلام كبيرة وأمال كبيرة، وإن شاء الله حنكون بقدر المسؤولية. ليه ما قصنا شنو؟ رؤيتكم اتجاهكم للبنية التحتية شنو؟ ما دايرين نرجع لورا نقول ناقصنا شنو. الآن الحمد لله رب العالمين، نكاد نقول السودان مليء بالخبرات بالكفاءات. طيب، وفي وسط المقاولات احنا بنفتكر انه يعني المقاولات بتضم اميز الناس ومن اكفأ المهندسين والمقاولين. طبعا انا لما اقول مهندس ومقاول في فرق، يعني المقاول ممكن يكون شركة المقاولات، ممكن تكون المالك او صاحب الشركة ما مهندس، لكن في النهاية المخدمين من عنده برضه مهندسين، يكون عنده مهندسين معه. اكيد اكيد. فرؤيتنا كبيرة ونأمل انه تكون في بنية تحتية متميزة، نأمل انه تكون في طرق نقل، شبكة نقل متميزة، سواء كانت سكك حديد، طرق برية، نقل نهري. نأمل انه تكون في انفراستراكشر للصحة نفسها، للتعليم، مدارس وجامعات متميزة، مستشفيات متكاملة. ونحن كمقاولين عندنا دور كبير جدا في الكلام. ادوار. جميل. طيب ما في شيء، ما في انسان يعني بيجي في الحياه كده بيلقى الحاجه سهله وبيمشي عليها، عشان كل شيء يتحلى. يعني اكيد في مشكلات، في عقبات بتقف قدام المقاول السوداني. ما هي المشكلات والعقبات التي تقف وتواجه المقاول السوداني؟ بالتاكيد المقاول السوداني بيعاني الكثير من المشاكل. نتكلم عنها بوضوح. أكيد يعني واحدة من أكبر المشاكل اللي بيعاني منها المقاول السوداني التشريعات نفسها في الدولة. كانت لها أثر كبير جدا على انهيار قطاع المقاولات في الفترة الفاتت. وفي جزء كبير جدا من المقاولين بدون ذنب يعني لقوا روحهم برا سوق المقاولات. واللي هي
أبسط حاجة منها سياسات المالية الموجودة، العقودات اللي هي إحنا معظم العقودات بتكون مع مؤسسات حكومية، نكاد نكون بنتعامل مع عقود إذعان. إحنا كمقاول بيفرضوا عليك شروط وانت ما بتكون عندك شروط. الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار وانهيار العملة نفسها كان له أثر كبير جدا، لأنه المقاول بيتعاقد على مشروع بمبلغ معين وفي فترة زمنية وجيزة جدا، بيلقى إنه المبلغ اللي تعاقد به وما بيكفي ما بيغطي ربع تكلفة المشروع نفسه. أصلا متغيرات كثيرة جدا في الأسعار في الأسواق وما بالتأكيد سعرت. بالتأكيد يعني مواد البناء عليكم تأثير كبير جدا. نحن قلت لك أكثر قطاع متأثر بالحاجة دي، يعني ده كده القوانين اللي أنت ذكرتيها حاليا هي سابقا يعني مرتبطة بالنظام البعيد. هل في إعادة تغيير لهذه القوانين؟ متوقع إنه يكون في قوانين جديدة بالنسبة للمقاولين لأنهم هم دور مهم جدا في النمو الاقتصادي؟ وجود التجمع المقاولين والملتقى الحسة إحنا بصد غيام وزاته حيناقش واحدة من الحاجات دي، ونحن مناضبين برضو دور إنه نكون جزء من التشريعات دي عشان نضمن حقوقنا في الفترة المقبلة. نعم، نحن طبعا قصدنا إنه نحبش كم جانب ونلمس كم جانب مهم، وزعلاء كبيرة جدا بكم كمقاولين وكتجمع، لأنه بكل تأكيد دي واحدة من الأشياء المهمة اللي حيتم نقاشها من خلال الملتقى. قبل ما نجي للملتقى خلينا نتكلم برضه عن موضوع مهم، ضبط جودة الإنتاج وفيما يقابله أيضا التأهيل للمقاول السوداني. خلينا نتكلم على الجانب ده وبعد ذلك نمشي للملتقى. طيب، نحن حقيقة جودة المنتج دي مشكلة في البلد بصورة عامة، في قطاع المقاولات موجودة. طيب، يعني ضعف جودة المادة الداخلة في الإنتاج، استيراد مواد للبناء والتشطيب الكواليتي بتاعتها ضعيفة. يعني الآن إحنا بنتكلم عن سوق بتمشي تلقى أي حاجة، لو اشتريت دش بعد يومين بتلقاه باظ يعني أو ما نافع. فدي مشكلة، دي مسألة محتاجة لرقابة. ونحن في كمقاولين بالتأكيد حريصين جدا على إنه المنتج اللي بننتجه يكون منتج بجودة عالية، ودي واحدة من الحاجات. بقدر ما نحن عايزين تشريعات الدولة اللي بتساعد في إنه نلقى حقوقنا، بقدر ما إحنا برضو حريصين على إنه تكون في قوانين وضوابط تلزم المقاول بالكواليتي المطلوبة ويحاسب عليها إذا كان المنتج ما يعني ما بالجودة المطلوبة. نتكلم عن الملتقى، يعني ملتقى المقاولين في النمو الاقتصادي، ما الحاجة إليه الآن تحديدا؟ احنا قلنا عينا ما اقتصاد، لكن برضو أكيد في أسباب تانية دعتكم لإقامة هذا الملتقى. طيب، الثورة قامت لحوجة الدولة المواطن. للتغيير لحوجة المواطن لأشياء كثيرة جدا فقدها في الفترة اللي فاتت. فقيام الملتقى الحوجة له تنوير بالدور اللي المفروض يقوم به المقاول في المرحلة الجاية، ولازم يكون عنده contribution واضح جدا في الفترة المقبلة. وإحنا بنأسس في دولة قانون، بنأسس في دولة مؤسسات، فبالتالي قيام الملتقى بيساعد في قيام كيان معني بالمقاولين، كيان يحفظ حق المقاول وفي نفس الوقت يحفظ حق الجهة الأخرى المتعاملة مع المقاول بضوابط وبلوائح وبتشريعات. جميل. زمان ومكان الملتقى وأبرز المشاركين وأبرز ما سيتم تقديمه من خلال أوراق العمل ومن خلال الموضوعات والمحاور. زمان الملتقى السبت بإذن الله 7 ديسمبر، بكرة يعني بكرة إن شاء الله، الساعة 11 صباحا لغاية الساعة 3 بعد الظهر. المكان قاعة الدفاع الترابي جامعة الخرطوم. من المشاركين الأستاذ مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة، الدكتورة هبة محمد علي رئيس جهاز الاستثمار وتطوير الأعمال،
السيد وزير وكيل وزارة البنى التحتية، ديل ممكن يكونوا من الضيوف المميزين في الملتقى. جميل. بالنسبة للأوراق اللي حتتقدم، حتتقدم ورقة عن تحديات مهنة المقاولات بصورة عامة، حيقدمها الدكتور مدثر سليمان محمد علي من جامعة الخرطوم، وعندنا ورقة تانية حتتكلم عن الهيكلة ورؤية المقاول، ودي حيتحدث عنها واحد من قطاع المقاولات البشمهندس هشام حسن مزيد، اللي هو موجود من يعني مقاول موجود في تجمع المقاولين السودانيين. جميل. التطوير والنماء الاقتصادي في السودان بيتطلب مجهودات كبيرة من قبلكم، من قبلنا، من قبل كل أفراد الشعب السوداني، لكن في جانب مهم جدا وفي دور مهم جدا، دور المستثمر في السودان، لأن دور المستثمر لما يجي يستثمر في البلاد كلنا عارفين قد ايه ممكن يكون الاستثمار عائد مهم جدا لإعادة بنية تحتية، لتأسيس بنية من جديد إلى كده. بالنسبة لكم مفهوم استجلاب رؤوس الأموال للاستثمار في التنمية السودانية تحديدا؟ دي رؤية اقتصادية أشمل من المقاول. نحن كمقاولين بنفتكر إنه لما تكون عندك انفراستراكشر حقيقية موجودة بتشجع المستثمر لانه يجي. لما يكون عندك رؤية اقتصادية واضحة اي مستثمر بالتأكيد حيكون عنده رغبة. لما يلقى انه كل المشاكل اللي كانت موجودة اتزللت، برضو حيكون ده شيء جاذب جدا للمستثمر انه يجي. فنحن يعني بنتمنى انه الدولة توفر المناخ الملائم المناسب اللي بيجذب كل رؤوس الاموال، حتى لو كان بسيط بس انه يقوى بعد ذاك اللي قدام. يعني هو اكد تماما البداية، ما احنا ما متوقعين البداية القوية في ظل الظروف الحالية يعني، واي بداية لازم تكون من خطوة وبعدها خطوات. يعني احنا لسه في الدرجة الاولى في سلمنا، ان شاء الله حنصل اللي طلعنا عشانه، وباذن الله انا بفتكر انه المستثمرين حيلقوا فرص في الفتره الجايه، فرص كويسه جدا باذن الله. والبلد فيها امكانيه يعني لقيام مشاريع استثماريه كبيره في عده مجالات، في زراعه، في صناعه. وحقيقة حتى في فكرة الاستثمار دي احنا يعني بنفتكر انه المفروض حتى الاستثمارات تكون في الجوانب الممكن تصعب على الـ على الـ على السوداني. يعني طالما اصلا السوداني عنده الامكانية واحنا عندنا رجال اعمال ورؤوس اموال ومقاولين وغيرهم من الاقتصاديين الشغالين في القطاعات دي، بنشوف بس الحاجة اللي بتستصعب عليهم من ناحيه بتاع التقنيه او حوجه لراس مال اكبر من الموجود. نعم. في معنى ذلك انا افتكر انه نحن ذاتنا عندنا الامكانيه اللي نبني بلدنا. نحن سعدنا بك جدا باشمهندس خلود حسن حسين. و باشمهندس خلود حسين ابراهيم، سعدنا بك جدا عبر صباح الشروق لهذا اليوم، ونترك المجال في ثواني في لحظات اخيره لكلمات اخيره. شاكره جدا لتلفزيون الشروق، اتمنى انه اكون وصلت القرض من الـ من الـ من اللقاء، واشجع المرأة السودانية انها تقتحم هذا القطاع، قطاع المقاولات، وزي ما كانت سباقة في الثورة الكنداكات، نتمنى برضو انه يكونوا المساهمات بتاعتهم في قطاع المقاولات كبيرة باذن الله. هذا قطاع غني جدا. غني جدا. رجع لنفس النقطة. شكرا باشمهندس خلود حسين إبراهيم باشمهندس مدني على هذه المساحة الجميلة.